وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف الخبيرة التربوية والمختصة في العلاج السلوكي المعرفي الدكتورة منى جناحي. مساء الخير دكتورة منى، وبداية يعني كان من اللافت خلال الحملة الانتخابية اصطحاب بعض الآباء والأمهات لأبنائهم الصغار إلى مراكز الاقتراع، يعني كيف ترين دور هذا السلوك الوطني في تعزيز القيم الوطنية لدى النشأ؟ نعم، السلام عليكم. مساء الخير عليكم جميعا وعلى جميع المشاهدين. طبعا يسعدني جدا بداية أن أكون معكم في هذا اليوم المميز من تاريخ البحرين، واللفتة المهمة جدا لوجود الأطفال والمشاركة في الاحتفاء بهذا الحدث المهم. الحقيقة احنا لاحظنا جميعا السلوك العفوي والتلقائي من كثير من المواطنين مثل ما تفضلت لأخذ أطفالهم معاهم خلال يوم الانتخابات، وهذا بالفعل يعكس الحماس الحقيقي والصادق من المواطن البحريني اللي يشوف في هذه المناسبة الجميلة أنه يوم جدير بالاحتفاء. طبعا أطفالنا بالفعل يفترض أن يكونوا معنا في جميع المفترقات الحياتية الأساسية المهمة، لأن نعم. هذا الشيء يسهم في توعيتهم وتثقيفهم بشكل عملي وواقعي. لاحظنا طبعا مثل ما تفضلت أن الأطفال شاركوا أهاليهم في الحضور إلى التصويت، أيضا قبل ذلك الأطفال ملاحظين جيدين للتغييرات اللي تطرأ قبل فترة الانتخابات، خلال فترة الانتخابات لابد يكون عندهم تساؤلات مثل ما تعرف، يعني يحبون أنهم يفهمون شنو موضوع الخيام الانتخابية، شنو موضوع التفويت. فإحنا واجبنا كأباء أن يكون عندنا إجابات حق هذه الأسئلة بما يتوافق مع أعمار الأطفال. أنا من المؤيدين أن إحنا نوعي الأطفال بما يحدث حوالينهم، وليس من الصحيح نقول ان الموضوع مثلا خارج اهتمام الاطفال، لان تنميه الوعي السياسي والمعرفي هو جزء اصيل اصلا من حقوق الطفل وهو حق لهم علينا. اطفالنا ما يعيشون في عالم منفصل، جيل اليوم على وعي واطلاع بما يحدث حوالينهم. اكثر اطفال البحرين اصلا يعني عندهم الوعي بموضوع الانتخابات ومفهومه من خلال مثل ما قلنا متابعه الانشطه المجتمعيه التي تحدث عاده في موسم الانتخابات. في نهاية الأمر هم جزء من المجتمع، يستمعون للأحاديث اليومية اللي تصير في الأسرة عن هاي الموضوع. نعم. يلاحظون الإعلانات، يلاحظون الخيام وغير ذلك. أيضا في المدارس هناك برامج تربوية كثيرة يعني عن موضوع الانتخابات، هناك مشاريع المحاكاة الانتخابية التي تجرى في كثير من المدارس. هناك يعني يتعلمون في أنشطة، يتعلمون فيها الطلبة اتخاذ الأدوار الانتخابية، آلية المشاركة في العملية الانتخابية. فإضافة لتعود الطلبة في مملكة البحرين على المشاركة في أنشطة كثيرة تتطلب الانتخاب مثل مجالس الطلبة ومجالس الآباء. ولكن نعود ونقول أن يعني ما يتعلمه الطفل في أسرته لا يمحى أبدا، ولذلك إحنا كآباء يجب أن نكون متواجدين ويعني مشجعين لأطفالنا للمشاركة وأيضا للإجابة على الأسئلة مثل ما قلت اللي يعني تكون في أذهانهم حول تساؤلاتهم. نعم، الخبيرة التربوية والمختصة في العلاج السلوكي المعرفي الدكتورة منى جناحي، شكرا جزيلا لك.